برحب بحضراتكم مرة تانية. قراءة سريعة لأهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم، معنا للتعليق عليها الأستاذة هدى رشوان، مدير تحرير جريدة الوطن. صباح الخير وأهلا صباح بك. الورد، صباح أهلا بك يا الفل، أستاذة. ازيك؟ عاملة ايه؟ نبدأ من الوطن وصفحة واحد. السيسي يوجه بتكثيف الاتصالات لمنع التصعيد بين فلسطين وإسرائيل. مصر تحذر من مخاطر وخيمة لتصعيد حدة العنف وتدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، تجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر. بالتأكيد كلنا تابعنا، وكانت يعني زي ما بيقولوا كده يعني مفاجأة للجميع، ده بالتأكيد. هسألك سؤالين. السؤال الأول، إيه الدلائل اللي ممكن نشوفها دلوقتي ممكن تشير إن هيبقى في اتجاه إن شاء الله، أو نقدر نقول في اتجاه للتهدئة؟ السؤال الثاني وهو الأعم والأشمل، دور مصر بالتأكيد. احنا دايما معانا مفتاح حل القضية، وشايفين السيد الرئيس في جهود كتير جدا جدا في اتصالات، وبيتابع الموقف بشكل يعني بشكل مكثف من مركز إدارة الأزمات أزمات الاستراتيجي، التوجيه بتكثيف الاتصالات لاحتواء الموقف ومنع التصعيد بين الطرفين. دور مصر في هذه القضية بالتأكيد معانا المفتاح. احنا طبعا كلنا تابعنا اللي حصل امبارح وشفنا اللي حصل من اول عملية تقام من جانب المقاومة الفلسطينية بهذا الحجم، قوية جدا، والتصعيد جاء من جانب الإسرائيلي بالرد، وكان شفنا عدد من الشهداء الفلسطينيين والمصابين الفلسطينيين، وبالفعل كان في عدد من القتلى الإسرائيليين وبرضو المصابين الإسرائيليين على كل المستويات. وتابعنا الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح وهو كان في مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي، هو بيتابع الموقف لأنها حاجة على الحدود المصرية وحاجة مهمة جدا، ومصر دولة مهمة جدا في المنطقة بما يحدث. في هذه القضية على الوجه التحديد وفي القضية دي، طبعا يعني القضية دي، يعني احنا مش عايزين في نقول قضية مصر ان على مدى العالم كله بيبص لها بصة مختلفة جدا. القضية الفلسطينية حاجة مهمة جدا، بس كل ما هو مهم الآن هو عدم ان يكون في تصعيد. احنا مش عايزين تصعيد، مش عايزين يكون كل جهة لابد من عندها انها تكون بتضبط النفس اقصى درجات ضبط النفس، لان مش عايزين اي نوع من انواع المدنيين يتعرض للاذى. طبعا احنا متابعين الاحداث على القاهرة الاخبارية امبارح، تحية للقاهرة الاخبارية على تأكيد. التغطية الهائلة اللي حقيقي كانوا عاملينها حقيقي من واقع الحدث. شفنا زمايلنا المراسلين هناك، هم واقفين وفي غارات بتتم حواليهم في كل الوقت. فيعني احنا كل المطلوب الان هو التهدئة. شفنا المباحثات اللي تمت ما بين على كل هل في أي المستويات. دلائل تشير إن ممكن نشهد تهدئة قريبا، ولا لسه الموضوع فيه يعني المتوقع الحقيقة إن هيبقى لسه فيه للأسف تصاعد في الأحداث إلى احنا حد ده بعيد؟ متوقع، بس كل ما يتم، يعني الخارجية المصرية طلعت ببيان امبارح وقالت حقيقي فيه احنا بنطالب الطرفين بالتهدئة وان احنا نضبط النفس وما يكونش فيه اي نوع من التصعيد. واتكلمت كمان على ان ضرورة ان اسرائيل تتوقف عن استفزاز الشعب الفلسطيني، او المحاليه انها توقف الاعتداءات الوحشيه عليهم بكل الاشكال الممكنه. بالظبط. من خلال وهو ده قراءتك يا استاذه هدى، ايه اللي ممكن يحصل؟ وخلينا نوضح النقطه دي للمشاهدين برضو، ايه اللي ممكن يحصل لو ما حصلش تهدئه؟ ايه اللي ممكن يحصل حرب، مش بس حرب جوه قطاع غزه والاراضي المحتله، ايه اللي ممكن يحصل في المنطقه؟ المنطقة كلها هتبقى فيها حرب. ويعني احنا يعني 6 اكتوبر ولسه قايمين منه، يعني شايفين اللي حصل والانتصارات اللي تمت فيه. الحرب اكيد بتبقى صعبة، المدنيين بيتكبلوا خسائر فظيعة ومهينة، ومحدش بيتمنى ان يكون في حرب. احنا كل اللي احنا عايزينه ان ما يكونش فيه كيل بمكيالين من المجتمع الدولي، ان الرسالة تبقى موحدة وقوية من الجميع. المجتمع الدولي كله يوحد رسالته في التهدئة، ضرورة ان احنا يكون عندنا تهدئة في الفترة المقبلة. احنا شايفين القصف الحقيقة كلها بيبقى مناطق سكنية وأبراج سكنية بعينها، زي امبارح برج فلسطين اتضرب على الهوا نور الكهرباء، ظلام في غزة. حقيقي حقيقي حقيقي. شعب، يعني دايما بقول يعني جملة كده، بقول ان لو اسرائيل عندها حرب ذرية ففلسطين عندها حرب ذرية. يعني هم عندهم البشر يعني أجيال. أجيال وحماس، يعني حماس شديد جدا جدا ان هم يقدروا، يعني الشباب اللي هناك ان هم يواجهوا ويقاوموا. القضية لا تموت طبعا، القضية لن تموت،
واحنا كل اللي نتمناه سلامة المدنيين، مش عايزين اي حد يتعرض. الحرب خسائرها بتبقى بشعة، واحنا مش حبل حرب باي شكل من الاشكال، بس نتمنى ان اسرائيل تتوقف عن وجود تهدئة ان شاء الله، بالتاكيد تتوقف عما تقوم من اعتداءات وحشية على اسرائيل على فلسطين. في نفس الجريدة في الوطن ملف خاص صفحة 2 عن معرض تراثنا، الدورة الخامسة تنطلق اليوم لمدة 7 أيام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تراثنا ملتقى لدعم أصحاب الحرف اليدوية، 71% نسبة مشاركة المرأة في الدورة الحالية للمعرض، وإقامة أجنحة متخصصة لذوي الهمم، 90 عارض من المشاركين عن طريق الجمعيات الأهلية أو بشكل فردي. الدورات المتتالية من معرض تراثنا لتشجيع الحرف اليدوية في مصر وتنمية طبعا مشروعات الصغيرة والمتوسطة، يبقى فيه باب دخل للمرأة المصرية تقدر تعول أسرتها. المشروع ده أنا بشوفه مشروع متكامل. أنا بحب تراثنا وبستناه سنويا على المستوى الشخصي. بتروحي بتزوريه بروح وبتشتري؟ أنا عفش بيتي كله مفروش من تراثنا، يعني عايزة أقول لكم إن أصلا تراثنا دون يعني على المستوى بقى الزائرين العاديين، مصممين الديكور كلهم بيبقوا مستنينه من السنة للسنة، للشياكة والرقي والجودة بتاعت المنتجات وأظن بتاعته. التفرد، لأنه الحاجة ما بتبقى معمولة يدويا بتطلع قطعة واحدة يعني. خليني بس أقول لك يعني معرض تراثنا ده العام الخامس على التوالي، وهو معرض معمول أصلا لرعاية أصحاب الحرف الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة. ده الهدف الأساسي، إن إحنا الحرفيين كلهم بيتم تجميعهم في هذا المعرض علشان يعرضوا منتجاتهم ويبقى عندهم سوق تسويق، سوق تصديري للمنتجات. أنا بقى شفت على أرض الواقع صغار من السيدات الصغار اللي بيشتغلوا على هذا المشروعات بتاعت تراثنا، يعني وهقول لك يعني شخصيات معينة في بيشتغلوا في التلي في الصعيد، وقدروا ان هم يعرضوا مره واثنين وثلاثه، ومن من يعني من مشروعات صغيره وحاجات بسيطه هم بيعملوها. عايز اقول لك ان هم بقى عندهم معارض بتبقى في اكسفورد ستريت في لندن، وعندهم معارض تانية في باريس، والبنات الصغيرين دول بقوا سيدات اعمال، وقدروا ان هم فعلا يعملوا نوع من انواع الاستثمار ليهم ولمشروعاتهم. يعني بنات بسيطه جدا وعاديه جدا دلوقتي تشوفيهم يعني حاجه تفرح، لانه الحرف اليدويه المصريه دي كمان مطلوبه جدا جدا في الخارج، مطلوبه الفرصه متاحه يعني. وعايزه اقول لك انها على كل المستويات، منسوجات، ديكور، حاجات في منتهى الشياكه والاناقه. و71% من نسبه النساء دون دليل كبير جدا على ان في تمكين شديد للمراه بالضبط في مشروعاتها الصغيرة ومشروعاتها المتوسطة. المهم خصوصا التسويق، ان هو ضمان استمرار هذه المشاريع. انا كل ما اتمناه ان انا اشوف تراثنا ده خارج مصر، لان هو لو اتعمل بعد كده خارج مصر هيبقى له صدى قوي جدا 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 في ان احنا يبقى عندنا استيراد لحرفنا التراثية الشديدة الشياكة والاناقة، ان احنا نصدرها. فانا اتمنى ان احنا يكون عندنا تراثنا خارج مصر بعد كده. طيب الختام من اليوم السابع صفحة 5، وما زلنا بالتأكيد بنحكي حكاية وطن. صادرات مصر الزراعية تغزو الأسواق العالمية، وفي مقدمتها اليابان والصين. وزير الزراعة: الدولة وضعت استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، حققنا الاكتفاء الذاتي في 7 محاصيل. بنتكلم على حكاية وطن مرة تانية بين الرؤية والإنجاز، ملف مهم جدا، ملف الصادرات الزراعية حصل عندنا فيها قفزة محدش ممكن ينكرها. بنتكلم على الصادرات بقت موجودة في كل الأسواق الأوروبية، فتح أسواق جديدة صعبة مش جديدة بس زي سوق اليابان. نتكلم على الإنجاز الكبير في هذا الملف، وخلينا كمان لا نغفل مشروعات زيادة الرقعة الزراعية اللي كانت لها دور كبير في زيادة هذه المحاصيل زي توشكا الخير والدلتا الجديدة. خليني اقول لك ان اصلا يعني حكايه وطن ده كان مؤتمر مهم جدا، لان هو على كل المستويات عرفنا كل ما هو على ارض الواقع بيحصل من انجازات بتتم خلال الفتره اللي فاتت. والملف الزراعي، وزير الزراعه الصراحه عمل عرض فوق الرائع، عرض فيه كل ما هو تم من مجهودات للدوله خلال الفتره اللي فاتت. فاحنا مصر يعني مرت خلال الفتره اللي فاتت بعدد من المشاكل مش هننكرها. اولا الازمه الروسيه الاوكرانيه وازاي اثرت على الزراعه، التغيرات المناخيه وازاي بتاثر، ما حدث في مشكلات في الطاقه،
ازاي برضو كل هذه المشكلات بتؤثر بشكل او باخر على الزراعه. الحمد لله احنا ما تاثرناش باي شكل على امننا الغذائي او امننا الصحي باي شكل من الاشكال. احنا كنا يعني على قد الحدث، ما حصلش في يوم من الايام ان احنا حصلت لنا مشكله بشكل او باخر ان احنا قل عندنا منتج معين او محصول زراعي. وخليني اقول لك ان دوا مش من فراغ، دوا علشان الاجراءات الاستباقيه والمشروعات القوميه المعموله في الملف ده. يعني على مدار السنوات الماضيه فعلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الزراعه خدت مجرى جديد وقوي جدا وستبس خطيره. خلينا نقول لك زياده الرقعه الزراعيه زي ما انت ما قلتي دي حاجات مهمه جدا. طبعا العديد من المشروعات اللي تمت خلال الفتره اللي فاتت من تشكى الخير، احنا عندنا اهم مزرعه للنخيل في تشكى، احنا دخلنا موسوعه جينيس ريكورد باكبر مزرعه للنخيل فيها كل الاشكال والانواع للتمور اللي مش موجوده في العالم. دي اول حاجه. عندنا الدلتا، مشروعات الدلتا العملاقة اللي تمت على مساحة 2.2 مليون فدان بكل الأشكال ممكن، يعني رائعة. عندنا كمان زيادة الرقعة الزراعية في سيناء، شفنا شرق ووسط سيناء والمشروعات اللي فيها 1.5 مليون فدان. أيضا الصعيد 650 مليون فدان. كل هذه المشروعات كان ليها أثر قوي جدا في أن احنا الحمد لله يبقى عندنا نسبة كبيرة جدا من محصولاتنا الزراعية اللي فيها أمن غذائي. وكمان التصدير، يعني عايز أقول لكم أن سوق التصدير في المحاصيل الزراعية يعني في مصر واخد مساحة ما شفناهاش من قبل، ما شفناهاش يعني إحنا أول مرة يبقى عندنا سوق في اليابان، سوق في الصين، سوق في أمريكا. اليابان على وجه الخصوص من الأسواق الصعبة جدا جدا دخولها، وسوق ده على فكرة وسوق في أسبانيا برضو. فما يميزنا الجودة، الكواليتي يعني بتاعتنا. هو ملف الامن الغذائي المصري هو ملف في غايه الاهميه، خاصه في وقت حدوث ازمات عالميه او اضطرابات في المنطقه، فده امر طبعا في غايه الاهميه. خلينا استاذه هدى برضو وانت معانا دلوقتي نروح وننتقل على الهواء مباشره للهيئه، مقر الهيئه الوطنيه للانتخابات اللي بتفتح ابوابها الساعه 9 صباحا، يعني هي تقريبا فتحت ابوابها خلاص لتلقي طبعا اوراق المرشحين للانتخابات الرئاسيه عام 2024. ده اليوم الرابع ليها على التوالي في تلقي الاوراق، وتلقي الاوراق ده هيستمر لحد يوم 14 اكتوبر الجاري بشكل يومي حتى في الاجازات الرسميه من الساعه 9 صباحا لحد الساعه 5 مساء. خلونا نعرف تفاصيل اكتر وننتقل الى المقر هناك من امام مقر الهيئه الوطنيه للانتخابات. زميلتنا خلود الرفاعي تقول لنا تفاصيل اكتر عن الوضع، عن بدء يعني توافد بقى المرشحين لتقديم اوراقهم. اتفضلي خلود، صباح الخير. صباح الخير أسماء، صباح الخير آية. أتواجد الآن أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات لنتابع اليوم الرابع لتلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية لعام 2024. شهدنا بالأمس حضور المستشار محمود فوزي الممثل القانوني للمترشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي هنا بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشح للانتخابات الرئاسية رسمياً. تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء يوميا حتى في أيام العطلات الرسمية، وسيستمر فتح باب الترشح حتى 14 من أكتوبر الجاري. ذكرنا خلال الأيام الماضية الشروط الواجب توافرها لدى المترشح حتى تقبل الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح. أما في حالة الرفض فترفض الهيئة طلبات الترشح إذا قدم المترشح أوراقا أو مستندات غير صحيحة أو غير مطابقة للحقيقة، أيضا إذا كان هناك ارتكاب أي مخالفة قانونية أو أخلاقية تجعله غير صالح لتولي منصب رئيس الجمهورية. كما تهتم الهيئة أيضا بشرط الكشف الطبي، فعلى المترشح أن يقدم ما ينفي إصابته بأي مرض ذهني أو بدني قد يعيقه عن أداء مهامه كرئيس للجمهورية. ويحق للمترشح المستبعد تقديم الطعن أو طلبات الاعتراض بعد اختياره من قبل الهيئة لإدراج هذا الطعن بجدول المحكمة الإدارية العليا. على الصعيد الآخر أيضا هناك بعض القواعد المنظمة لتأييد المواطنين لرغب الترشح. فأولا لا يجب أو لا يجوز أن يؤيد المواطن نفس المترشح مرتين أو يؤيد أكثر من مترشح. كذلك الأمر سيكون هناك مختص يثبت توقيع المواطن من خلال الرقم القومي أو جواز
السفر ولا يعتد بغير ذلك من مستندات. وأخيرا لا يجوز تأييد المترشح بطريقة الوكالة. أيضا يشهد هذا الشهر العديد من الأحداث القانونية أو الإجراءات القانونية، فسيتم تقديم طلبات الترشح أو الطعون ابتداء من 16 أكتوبر، حيث الإعلان عن أسماء المترشحين أو القائمة المبدئية للمترشحين وإعداد المؤيدين والمزكين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والجمهورية، وصولا إلى يومي 27 و28، حيث الفصل في تلك الاعتراضات أو الطعون وتحويلها إلى المحكمة الإدارية العليا. أما من يوم 29 وحتى 7 نوفمبر ستفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة لها وستعلن عن الحكم وتنشره في صحيفتي الأخبار والجمهورية وأيضا بالجريدة الرسمية. لازلنا في الساعات الأولى ولم تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها بعد، وبالطبع سنكون يعني أو سنظل متابعين في التغطية حتى انتهاء اليوم. عودة للاستوديو. شكرا زميلتنا خلود الرفاعي، وبالتأكيد كل الشكر برضو الأستاذة هدى رشوان مدير تحرير جريدة الوطن، شكرا لوجودك معنا.